هذا المثقف الذي يخضع لرغبات المتلقي فيقول ما يريده المتلقي، هل يمكن قبول وجوده؟ لأن كان المفترض به هو الذي يوجه الرأي العام. أولا دعني فقط أشير إلى أي مثقف يقصد الدكتور الحبيب، لأن هناك اختلافات في تعريف من هو المثقف، هل هو المثقف المحترف أو المثقف الهاوي كما يصف إدوارد سعيد، أم هل هو المثقف بتعريف غرامشي عندما قال المثقف العضوي أو المثقف التقليدي، لأن هناك اختلافات كثيرة في تعريف أو تحديد ماهية المثقف، وما زالت إشكالية دارجة حتى الآن. فإذا كان المثقف هل هو الناقد الاجتماعي الذي كما يراه محمد عابد الجابري، أن المثقف يجب أن يكون ناقدا اجتماعيا لقضايا مجتمعه وناقدا للأفكار، إن كان يقصد المثقف المحترف أي الذي يريد أن يتكسب من حرفته، هذا يتخذ الثقافة وسيلة لكسب جماهير، لكسب منصب إن كان سياسي أو منصبا ومكانة اجتماعية بارزة، فبالتالي حسب توجهه إن كان من هذا النوع فبالتأكيد أن هذا ما يقصده الدكتور عبد الرحمن في تصوري يعني، وهذا غير مقبول طبعا بأنك ترضي المتلقي فتنزل بسقف طموحاتك أو تنزل بسقف الأفكار وتبتعد عن المهمة أو الدور المنوط بالمثقف في أن يقود كما تفضلت الرأي العام، ولو أن دور المثقف الآن اختلف في العصر الحديث أو في عصرنا الحالي مع التغيرات الحديثة الحاصلة. يعني تقولين المثقف الآن دوره اختلف، نعم، ما وجه الاختلاف؟ المجتمع الآن، المجتمع الحديث أو دعنا نقول المجتمع الصناعي الحديث، أنتج ما يسمى بالثقافة الاستهلاكية. هذه الثقافة الاستهلاكية أعلى من شأنها حتى تحل محل الثقافة الحقيقية، فهذا ما يقصده بأنه يريد أن يرضي الموجود، بينما المثقف الحقيقي دوره كان التنوير، كان قيادة القضايا الكبرى في المجتمعات. الآن أصبح العولمة الحاصلة، انفتاح المجتمعات، التكنولوجيا والثورة التكنولوجية أدت إلى أن يصبح أن يتراجع دور المثقف دعنا نقول، بحيث أنه لم يعد المتلقي في حاجة إلى تنوير من هذا المثقف. نعم، أصبح يجد المعلومة متى شاء وأن شاء وبأي طريقة أو وسيلة تكنولوجية، يبحث عن المعلومة ولا ينتظر من يعطيه إياها. المقولة التي استمعنا لها من للدكتور عبد الرحمن الحبيب أيضا تحدث عن مثقف آخر، وهو الذي يتلاعب بالمتلقي، لا يخضع للمتلقي، هو الذي يتلاعب بالمتلقي، يحزف على أوتار رغباته إما من ناحية الفتاوى الدينية أو إلى آخره. ما الذي يجعل مثقف يفعل مثل هذا الصنيع؟ هذه إشكالية وهذا خطر حقيقة. يعني إذا وصل المثقف إلى هذه الدرجة من بأن يتبع أيديولوجية معينة، يعني يكون لديه مصالح خاصة في أن يوجه المتلقي إلى شيء معين، بحيث يتلاعب في مشاعر الجماهير بالكلمات الرنانة كما رأينا بعض النماذج سابقا في مرحلة سابقة، بتوجيه التلاعب على مشاعرهم بأن كما نقول يضع وعي المتلقي في حالة من التشويه أو التشويش كما نقول، يشوش عليه بحيث لا يبحث عن الحقيقة، هو ينظر يتلقى من هذا الشخص ما يريد أن يقوله، طبعا لخدمة مصلحة معينة، جماعة متطرفة معينة مثلا تحمل أيديولوجية معينة، لن يحقق مصالح هذه الجماعة لهذا النوع من المثقف الذي يسعى للتحقيق هذه المصالح عن طريق التلاعب في مشاعر الجماهير ويعزف حتى على أوتار حساسة لدى هذا الجمهور. طيب هذا المثقف الذي يتلاعب لتحقيق مصالح جماعة، هل هو لخدمة ذاته أم ربما هو متفان في خدمة تلك الجهة أو الجماعة؟
من خلال النماذج التي تابعناها حقيقة نحن نراهم يخدمون الاثنين حقيقة، يخدم ذاته بأنه موعود من هذه الجماعة، يكون موعودا من هذه الجماعة بتقديمه إلى منصب عندما يصلون إلى سلطة معينة. طبعا هم غرضهم دائما هذه الجماعات الوصول للتمكن عن طريق هذه الجماهيرية، إن كانوا مثلا على سبيل المثال في بلد به انتخابات مثلا، فيصلون إلى السلطة عن طريق تجيش الجماهير وكسبهم في صفهم. فإذا وصلوا إلى السلطة بعد ذلك هو موعود هذا المثقف بأن تجده في منصب من هذه المناصب. نعم، فهي يعني ربما هو يبيع ذاته ويبيع عقله من أجل منصب ما. نعم نعم، وأعتقد دعنا نقول نضرب مثالا بسيطا، يعني ثورات الربيع العربي في الآونة في السنوات الماضية كشفت كثيرا من زيف بعض المثقفين. يعني دعني أقول لك أيضا على الصعيد ما يحصل من الأحداث في سوريا وما يحصل من الأحداث في اليمن أو في العراق، كثير من المثقفين كشفت طائفيتهم مثلا أو ولاؤهم لحزب معين، هذه الحزبية وهذه الطائفية أسقطت المثقف، هؤلاء الرموز. نعم، أسقطت هؤلاء الرموز بأنهم لا يسعون فعلا للعدل والحق وحقوق الإنسان كما ينادون بها، كلها اختفت. طيب، وصمتوا في سبيل مصلحتهم. يعني دكتورة، مثل هؤلاء ألا يخجلون؟ التاريخ يسجل هذه الازدواجية، هذا التلون. هم في الأصل ليس لديهم، يعني هم من الأساس ليس لديهم رسالة، هي هم بنوا دخولهم إلى المشهد الثقافي وتكوينهم للشهرة وجمع الجوقة من المطبلين حولهم ومن المرددين والمكررين لخطبهم الرنانة كما قلنا لتحقيق مصلحة معينة. إذا لا يهمه، هو في الأساس لا يهمه التاريخ يسجل أم لا يسجل، هو يهمه الآن ماذا حققت من مصلحة ذاتية فقط. نعم، والتاريخ يسجل فعلا يعني لهم، ولكن لا أعتقد، ولكنهم لا يبالون. وفي بعضهم خرج تراجع نكوص ردة سمها ما تشاء يعني، وهذه كانت من أخطر شيء تحدث عنها حتى إدوارد سعيد في كتب اللي هي ردة المثقف أو النكوص عن آرائه، لأنها حتى تسقطه كنخبة أو تسقطه كقدوة أيضا أمام الجماهير. طيب، إذا قلنا المثقف الذي يخضع للمتلقي، المثقف الذي يتلاعب بالمتلقي لأهداف شخصية أو أهداف جماعة كما ذكرتي، ألا يحول يعني السوق الثقافي أو الميدان الثقافي إلى سوق عرض وطلب وكأنها سلعة كما الاقتصاد؟ نعم، هذه إشكالية فعلا. يعني الآن أصبحت الهجمة الاستهلاكية مسيطرة على كثير من حياتنا ومن جوانبه بما فيها الثقافة يعني وبما فيها. فهذا المثقف الآن هو ينظر ماذا يريد الجمهور أو هذه اللحظة. لذلك ترى بعضهم مثلا الذي كان رافضا على سبيل المثال لقيادة المرأة مثلا على سبيل المثال، الآن أصبحوا أول من يشجع وينادي بها وغيرها. ثم بعض الذين اشتروا أو كما نقول شوهوا الابتعاث بعض الفتاوى المضللة دعنا نقول لكثير من الأشياء الجميلة في مجتمعنا أو في ديننا، أصبحت تراجعوا عن هذه مثلا الفتاوى طبعا تماشيا معها مع المرحلة، يعني ماذا تريد المرحلة وليس إيمانا بالمرحلة. نعم، تماشيا معها لخدمة مصلحتهم أيضا، لأنها المصلحة تقتضي ذلك يعني، وكما قلنا هو يخدم إما ذاته وإما الجماعة التي يتبع لها. هذه المؤتمرات التي يقول عنها جورج طرابيشي أنها فقط هي لتصفية حسابات أو طلب الضوء أو إلى آخره، ما تعليقك عليها، تفسيرك لها؟
طبعا أنا لا أدري عن أي مؤتمرات يتحدث جورج طرابيشي في هذا الموضوع، ولكن إن كان يقصد المؤتمرات العلمية فبالعكس، يعني المؤتمرات العلمية لها دور كبير في تقدم العلوم، في تقدم البحث العلمي، في نقل الخبرات بين الأساتذة من مختلف الدول، أيضا لها دور كبير في التوعية، في نشر الوعي أيضا، ليست فقط لل هو يتكلم من مقولته مفهومها اللي هي فقط لوبيات الفنادق، فنادق 5 نجوم، درجات ممتازة، يجتمعون فقط ليتحدثون مع بعضهم البعض، ليس هناك نتاج جميل للمجتمع. دعني أركز على نقطة مهمة جدا، وهي أن إذا كان المؤتمر في دولة ذات قدرة اقتصادية عالية فبالطبع ستكون في فنادق 5 نجوم، ولكن أنا مثلا على سبيل المثال شاركت في مؤتمرات في دول عربية ليس لديها تلك المؤسسات القدرة الكافية، فبالعكس يعني كنا ننزل في فنادق درجة ثانية أو درجة يعني نجمة ثالثة أو نجمة أو نجمتين فقط يعني. وإذا كان الأمر في الغرب فالموضوع يختلف، أنت من يدفع حتى يحضر هذا المؤتمر، ليس هناك يعني يعلن عن المؤتمر فإن رأيت أنه مهما في تخصصك وفي مجالك أنت تسعى إليه، هناك دفع لرسوم المؤتمر، تذكرة الطيران أنت من تدفع، وأيضا إقامتك هم فقط يوفرون لك إذا قبل ملخصك لأنها تخضع لتحكيم عالي، فالأستاذ أو المتخصص أو الباحث يسعى بنفسه للمشاركة في هذه المؤتمرات. طيب هذه الطريقة الغربية ترين لو طبقت لدينا في المجتمع السعودي والمجتمع العربي، كم من مثقف سيحضر لمعرض الكتاب؟ كم من مثقف سيحضر إلى مؤتمر؟ تحتاج زمنا، يعني هي ثقافة الآن تعود كثير من المثقفين لدينا سواء كانوا طيران محليين أو عربيين، إذا أعطيت يا سيدي درجة ليست أعماله أولى أقام الدنيا ولم يقعدها مثلا، يعني فما بالك إذا كان، فتحتاج إلى وقت، لأن الثقافة الغربية تقوم أساسا على العفوية والبساطة في التعامل فيما بينهم، هم ينفرون في أحيان كثيرة من المظاهر ومن الإغراءات، بالذات الطبقة كما نقول الأكاديميين أو من يأتي إلى هذه المؤتمرات. كأن جورج طرابيشي أنت توافقين في قضية العالم العربي. نعم، هو ينتقد العالم العربي، يبدو ذلك، يعني يقول هو المثقف يأتي إلى البهو إلى هذا الفندق الدرجة الممتازة فقط لعملية يقابل مثقف آخر، ونتاجهم لا يخرج أبدا إلا فقط لطلب الشهرة أو شيء من ذلك. على مستوى ما حضرت من مؤتمرات أغلب الحاضرين حقيقة هم من نفس التخصص، يعني إن كان، وهذا شيء طبيعي أنا أرى، يعني إن كان أعلن عن موضوع في النقد الأدبي مثلا أو موضوع ثقافي فسيناقشه أدباء ومثقفون مهتمون بنفس الموضوع، فبالطبيعي الجمهور سيكون نوعي متخصص، لن نستطيع أن نجذب العامة أو الجمهور العام لهذا، لأن كل ما يطرح فيه نفس الطريقة، لو كان مؤتمر طبي لا يهم إلا الأطباء في المجال، أو مؤتمر للمهندسين فلن يحضر إلا المهندسين، يعني بحيث أن يقول المثقف يخاطب، يعني يريد أن يخاطب مثقف مثل هو، لا يقصد هذا الذي أفهمه جورج طرابيشي، لا يقصد نوعية الحضور من الجمهور، الذي أفهمه وأريد تعليقك هو يتكلم عن نوعية المثقفين، ماذا يقدمون خلال هذه المؤتمرات، يعني مثلا رأينا في بعض الندوات الآن، يعني من يأتي إلى ندوة فيفتح الموقف مع زميل له في الندوة فقط ليشتهر ويظهر، هذا يعود إلى نفس طبيعة المثقف نفسه، ولا نستطيع تعميمها، يعني أحيانا إذا تابعتها ستجدها ظاهرة فردية، يعني ظاهرات بسيطة، يعني عدد بسيط من يقوم بافتعال مثل ذلك، وقد يكون باتفاق فيما بينهم مثلا لجذب النظر إلى هذه المحاضرة وهذه الندوة أو هذا المؤتمر، ولكن الغالب أنهم جادون يعني فيما يطرحون، والمفترض أيضا أن المؤتمر الذي يقدم فيه هذه الأوراق لديه لجنة علمية تقبل الجاد من الموضوعات وترفض غير الجاد، يعني في مستوى الطرح قد نتقبل مثلا، نراها في بعض الأحيان في المجال الفني
من يفتح القصة أو فنانة تفتعل سقوط على المسرح، لكن كيف نجدها من مثقف يتفق مع زميل الله أن يثيروا زوبعهم على في برنامج تلفزيوني أو يثيروا زوبعهم في ندوة محاضرة أو في مؤتمر؟ تفسيرك لهذا الموقف؟ أعتقد أنهم من يفعل ذلك يبحث عن الشهرة، عن النجومية أكثر، يعني عن الهجمة، كما قلنا يتماشى مع الهجمة الاستهلاكية. هو يريد جذب جمهور أكثر، وهج أكثر، وهناك من يحب أو يعشق الأضواء بشكل كبير، فيريد أن يظل تحت دائرة الضوء. كيف يفعل ذلك إلا بافتعال مثل هذه، دعنا نقول، بروباغاندا إعلامية، خبطة صحفية، فتظل فتجد في اليوم الآخر جميع الصحف أو المواقع التواصل الإلكتروني كلها تكتب عن هذه الحادثة. طيب يعني هذا الذي يريد أن يكون تحت الضوء، هل يملك محتوى قوي ومتين، عقلية ناضجة، يستطيع أن من خلال هذه العقلية أن يؤثر في الآخرين التأثير الإيجابي؟ سنعود للحديث عن المثقف الذي له هدف ورسالة، ورسالة لديه هدف ورسالة معينة، والمثقف الذي يريد أن، كما قلنا، أن يجمع جمهورا ويحقق غاية ذاتية، وليس له غرض أو هدفا له هدف لخدمة المجتمع بشكل دقيق. قد يكون فعلا أكاديمي على مستوى عالي من التعليم، من المعرفة، ولكن هذه المعرفة لا يعطيها إلا بقدر ما يريد هو، بقدر ما سيجنيه من هذا المؤتمر أو من هذا اللقاء أو من هذا، قس عليها أشياء كثيرة يعني. هذا الذي يتعب ويؤلف ويدرس وينال الشهادات العليا ثم يشتري بثقافته ثمنا قليلا، ما الأمر؟ نعود للمجتمع الاستهلاكي الآن. أصبح في تسليع للثقافة بشكل كبير، ومن بينها قوائم الأكثر مبيعاً للكتب. فالمثقف الجاد الذي يكتب نقداً لنظرية معينة أو يطرح أو ينقد أفكاراً أو يرغب في تغيير وإحداث أثر، هذا تجد جمهوره القلة، النخبة فقط، يعني المهتمين من طلبة العلم أو من الأكاديميين المتخصصين في مجاله. أما من يبحث عن قوائم الأكثر مبيعاً فستجده يلهث وراء ما يرضي المتلقي عندما يثير شغباً معيناً أو يثير مثلاً سخطاً في المجتمع حتى يجذب، يعني يحقق مبيعات أعلى. فليني في مقولته هذه يرى أن المثقف رجل فاقد للأمل. المثقف إذا فقد الأمل ماذا يتبقى له وماذا يبقى منه؟ دعني أختلف مع المخرج فليني عندما قال هذه المقولة، ربما قالها في سياق معين، لكن المثقف إن فقد الأمل لم تظهر لنا، لم يصل إلينا ما وصل إليه مثقفو، فلنقل من عصر النهضة، عندما بدأ عصر النهضة في الأدب الحديث، وبدأ المثقفون يمارسون دور التنوير في مجتمعاتهم، وبالرغم من اصطدام بعضهم بحواجز كثيرة من بينها السلطة، وتعرض بعضهم أيضا لكثير من الإيذاء، لو فقد المثقف هنا الأمل لما وصلت أو تقدمت المجتمعات أو تقدمت الثقافة أو غيرها. لكن الأمل لوحده لا يكفي، يعني لو قلنا أن الأمل يصاحبه العمل هذا لابد منها، يعني أن لديه أمل يستمر معه وقود رسالة المثقف حقيقة. لأنه لو فقد المثقف الأمل في أن يتغير شيء في التغيير، معناها سيقف
حيث هو ولن نجد، يعني على سبيل المثال موجة الحداثة لدينا لو استسلموا منذ البدء بعد الهجمات التي حصلت الشرسة التي واجهوها لا كان لم نجد كتاب كتب الغذامي العظيمة التي صدرت، كتب الدكتور البازعي، كتب استمرار إبداع الثبيتي رحمه الله وغيره من الشعراء، استمرار عبد الخال وغيرهم من الأسماء يعني بدون تحديد، وقس على ذلك الشعوب العربية الأخرى. لو توقف المثقف عند مرحلة معينة وقال لن أصنع شيئا فأنا أعتبر يعني أنه نهاية للمثقف. تنفين هذه المقولة يعني نعم. حتى ولو قالها ترين أن الواقع نعم. قد لا يتوافق يفقد. معها نعم قد يفقدها في حالة واحدة المثقف يفقد الأمل، يصاب بالإحباط في البداية عندما لديه رسالة يحاول أن بالذات كما قلنا المثقف المثقف العضوي كما يصفه غرامشي للدفاع عن حقوق طبقة معينة لتحقيق غرض معين، رفع الظلم عن شريحة معينة، نشر العدل، هذه الرسالة الحقيقية للمثقف. نعم وكمستقل لا يخضع لا يغير ولا يلون ولا يزور ما يقول من أفكار على مر الزمن مهما تعرض كما قلنا من ضغوط، هذا ما نقصده. فلا يفقد في حالة واحدة، إن اصطدم بسلطة قضت على هذا المثقف. ولو أن عندي مثال واحد تسمح لي بذكره، يعني لدينا غرامشي مثلا، هذا المثقف تعرض للسجن والتعذيب نتيجة مناهضته لموسوليني وأفكاره الفاشية وسجن، وأثناء سجنه طبعا كف عن مخاطبة الجماهير فيخف أثره أو تجيشه للرأي العام ضد هذه الأساليب العنيفة. فماذا فعل؟ طلب بعض الأوراق حتى يبدأ يكتب في السجن، وكتب أعظم كتبه في السجن يعني، وهي التي خلدت فيما بعد وفيها من ضمنها ما تحدث به عن رسالة المثقف وغيرها. فنقل ما يريد أن يعني حتى يعني هناك نافذة، تظل هناك نافذة للأمل في نافذة أمل نافذة أمل لتبقى كتبه. ولكن دكتور من خلال كلامك أنا سأخذ زاويتين. الزاوية الأولى، هل المفترض بالمثقف إذا كتب وألف إلا أن تطبق أفكاره؟ هو يكتب، فلماذا هو يصاب بالإحباط إذا لم ينفذ أحد ما قال به وما رأى؟ هذه الزاوية بالذات يعني هو المثقف يكتب لإيصال ما يريد لحفظ أفكاره، مثل ما حصل كما قلنا مع غرامشي أو مع غيره من المثقفين. هو يكتب لأن لديه أمل، هذا هو الأمل الذي نتحدث عنه، لديه أمل في أن إن لم يحصل اليوم سيأتي بعد جيل يقرأ هذه الكتب ويأخذ زمام المبادرة ويحمل الراية. نعم ويحمل الراية من بعد. فالمثقف يعني يصر على فعل الكتابة، ليس لديه إلا فعل الكتابة والكلام يعني، فإن فقد فعل الكلام بقي فعل الكتابة لأنه سيحفظ هذه الأفكار. الثانية أنا عندي مثال اللي كنت أريده، جورج طرابيشي مثلا كأن بي في آخر حياتي توقف عن الكتابة، أليس هذا فقدان للأمل؟ احيانا هو ليس كمثالا يعني ليس هو المثال الوحيد حقيقه يعني كثير من ولدينا هنا يعني ايضا على مستوى الثقافه الخليجيه او السعوديه من يلجا الى العزله، خيار العزله باختياره يعني، وهذا تحدث عنها المفكر إدوارد سعيد، قال ان تكون العزله او المنفى ان يكون المثقف منفيا او هامشيا باختياره لأنه لا يريد أن يخضع لسلطة معينة توجه أو تحرفه عن مساره أو يجعله كما قلنا يصاب بالردة أو النكوص لتغيير أفكاره، فلكي يكتب بحرية يعزل نفسه عن أي مؤثرات خارجية قد تجذب. والعزلة قد تكون إيجابية أو سلبية، سلبية إن توقف تماما عن أن ينتج شيء يعني، فهنا سيتوقف حتى تأثيره فيما بعد. طيب المرأة المثقفة فيليني يتحدث عن الرجل من؟ المثقف. طيب المرأة المثقفة ما بين اليأس والأمل أين هي؟ في رأيي أن المثقفة العربية عموما يعني والغربية لها حالة أخرى، العربية لم تفقد الأمل، أنا أعتقد أنها أكبر حافز يشجعنا على أن التفاؤل والأمل يصنع شيئا في النهاية.
لابد أن يتحقق. يعني المرأة العربية أو المثقفة العربية سواء كانت شاعرة ظلمها التاريخ، لم يصل إلينا من شعر المرأة العربية إلا القلة، ثم بعد ذلك تحيز كما نقول ضدها في الثقافة العربية فلم يكتب عنها بشكل جيد، غير تحيز اللغة كما ذكر أستاذنا الغذام. نعم، فالمرأة على سبيل المثال المرأة السعودية لو توقفت الرائدات عند عقبات المجتمع التي واجهتهم لما جلست أنا الآن أحدثك في طبعا هذه لديها أمال وطموحات كبيرة المرأة السعودية، واجهت المجتمع، واجهت الحملات الشرسة التي كانت ضد المبتعثات، يعني ابتعاث الفتاة، لكنها أصرت ووصلت. الآن نسمع بإحصائيات من اليونسكو تضع المرأة السعودية على أوائل القائمة في الأكثر تعليماً في العالم العربي والأكثر وصولاً إلى الشهادات العليا، يعني حاملات للشهادات العليا، فهذا شيء يجعل المرأة السعودية رغم بداية تأخر دخولها للمجال التعليم إلا أنها وصلت إلى مراحل متقدمة. أختم معك في 30 ثانية حول المرأة الغربية، لماذا ترينها تختلف؟ المرأة الغربية نضالها يختلف، ليس لديها العادات والتقاليد والثقافة الدينية، ثقافتنا المحافظة، مجتمعاتنا العربية مختلفة عن المجتمعات الغربية. المرأة الغربية عندما أرادت أن تنال حقوقها أحدثت ثورة، وهي النسوية في الستينات عندما قادتها النساء الأمريكيات وخرجنا للمطالبة بحقوقهن السياسية وبحقوق حقهن في الوظائف وفي التصويت وفي أن تعد المرأة نداً للرجل في كثير من الوظائف، فطبيعة المجتمع تختلف.